غادر اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايغر نادي مانشستر يونايتد رسميا، وهذا بعد قضائه لعامين تقريبا بالنادي الإنجليزي. شفاينشتايغر سيوقع بحسب تقارير صحفية بنادي شيكاغو فاير الناشط ضمن دوري الأملاس الأمريكي لكرة القدم. لازال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي يصنع الحدث في مختلف المواقع والصحف العالمية بعد الفترة الزاهية التي صار يشهدها صاحب 18 عاما مع فريقه موناكو والمتأهل للدور ربع النهائي من مسابقة تشامبيونز ليج. تألق مبابي لفت انتباه العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، في حين تؤكد الصحف أن مبلغ اللاعب قد يصل إلى 90 مليون يورو. كشف النجم الألماني توماس مولر عن السبب الحقيقي وراء غضب زميله أريان روبن من التغيير الذي قام به كارلو أنشيلوتي في مباراة مونشنغلادباخ، حيث قال مولر في تصريحات لصحيفة بيلد أن روبن لم يكن لديه مشكل مع التغيير بل مع الكرة التي لم يمررها له ليفاندوفسكي في المباراة. أكد جيمس بالوتا رئيس نادي روما أنه قد قدم عرضا للاعبه فرانشيسكو توتي من أجل تعيينه ضمن منصب مدير تقني بالنادي على أن يوقف اللاعب مسيرته ضمن صفوف الفريق السنة المقبلة. يلتقي غدا المنتخبان الألماني والإنجليزي في مباراة ودية على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وتأتي هذه المباراة تحضيرا لمواصلة التصفيات الخاصة بمونديال روسيا 2018.